المرأة المصرية من أول شعرها احنا ممكن نعملها حلقة، المكياج بتاعها حلقة، نظافة الجسم حلقة، كل حاجة عندها محتاجة. كلمة كليوباترا ده احنا سبقناها بكتير جدا، كلمة كليوباترا دي في الآخر. وبعدين كليوباترا هي مش مصرية لكن عاشت في أرض مصر، لكن جدتك منذ حتب حرس اللي هي أم خوفو. أم خوفو لما لقوا المجرى بتاعتها لقوا معاها أدوات زينة ولقوا معاها إكسسوار ولقوا معاها عطور، بس العطور بتاعتهم ما كانتش عطور زي بتاعتنا رزازة، لا هي دهون ما يسمى بالكريمات، لأنهم عندهم كان الموضوع ده أكتر. وكان دايما في أي حفلة نلاقي المنظر المعتاد للرجل والمرأة يحطوا فوق رأسهم ما يسمى بقمع العطر، حاجة يعني وصلوا للعطور المجمدة، فكانت تتحط فوق الرأس مع السخونة ومع الجسم تبدأ إيه تسيل زي الزيوت يعني بالظبط. كمان لما نقولش كليوباترا ده احنا نقول توت، الملك توت من 3500 سنه الراجل ده معروف ان دفنوا معاه كل حاجه، لقوا معاه اواني من العطور ولقوا ان في بقاياها ما زالت الريحه موجوده حتى الان. ايه اللي يخلي ريحه من 3500 سنه موجوده حتى الان الا اذا كانت مؤثره؟ لان هم كان بيختاروا العطر، كان بيختاروا الزهور، مهم جدا بعض الزهور او بعض الاشجار. اهم ما طبعا زهره اللوتس، في زهره اسمها زهره السوسن مهم جدا، يعني مهم جدا الياسمين، واحنا عندنا قريه كامله اللي حتى كلمه ياسمين الجاسمين جايه من ياسمون، لان اسمها بالمصري القديم هو ايه، هو الياسمون، ثم طار الجاسمين، ثم عندنا قريه شبرا بلوله حتى الان 50% من المعجون بتاع الياسمين اللي هو بيصدر لكل اوروبا جاي من هذه البلد. فاستمرار يعني موضوع المخمريه اللي حضرتك ذكرتيها في اسوان، ودي على فكره بيجهزوها للعروسه وبتاخد فترات كبيره جدا جدا، مش اي حد، بتبقى غاليه ومكلفه وممكن توصل لالاف الجنيهات، ولكن بيتميز بها الشعب الاسواني، وده برضو نتيجه درجه وتستعمل الرجال والنساء على فكره، نتيجه درجه الحراره، فهو دايما يحب يضيف الجسم كريمات عشان ترطب وزيوت وحاجات. واجمل حاجه في المخمريه دي او في العطور المصريه ان هي خاليه من الكحول، وبالتالي ليس لها تاثير سواء على الجسم او على البشره او اي شيء.